شارك لاباس في ظل الازمه اللي عايشينها اليوم في الجزائر، والعالم اجمع عايش ازمه كورونا فيروس. حنا ماذا بينا نقصوا من احتمال يعني الاصابه بالعدوى، ومش نقصوا هذه الاحتمالات، لازم بعض السلوكات السهله اللي تخلينا نقدروا نيفيتيو هذا المشكل بطريقه سهله. دونك الحاجه الاولى لازم نيفيتيو التصافح بالايدي. علاش؟ باسكو الايدي هما عامل معدي اللي يخليو الجرثومه ولا الفيروس يمشي من اليدين للمنطقه اللي تخليه يدخل داخل الجسم. دونك الحاجه الاولى نيفيتيو التصافح بالايدي، نيفيتيو يعني باش نسلموا على الطرف الاخر. الحاجه الثانيه نيفيتيو ما لا صافحنا ولا قصنا يعني منطقه صلبه ولا حطينا يدينا في حديد، نيفيتيو باش نحطوا يدينا في الفم ولا في الانف ولا في العينين. وهنا نقدروا باش نزيدوا نيفيتيو بلوس، نحطوا يعني نلبسوا واقي للفم، وهذا الواقي نلبسوا ان بافيت لا بافيت، هذه ما تخليناش نحطوا يدينا. ولازم نفهموا باللي اشاك فوا كل 30 دقيقه 45 دقيقه يكون عندنا سوا مطهر كحولي نقوا به يعني اليدين، ولا نغسلوا يدينا بالماء ويعني بالجافيل ولا بالصابون، نغسلوا يدينا يعني سيستيماتيكمون بوندون لا جورني. اشاك فوا نكونوا في التماس مع اشخاص راح نديروا هذه يعني هذا البروسيدور باش نقصوا ان شاء الله من العدوى، والوقايه خير من العلاج. ولكن اليوم انت اليوم لازم تقي روحك، مش تقي العائله تاعك، مش تقي الابوين تاعك، مرتك واولادك، ومش تقي كاع الجزائريين. ان شاء الله هذا الفيروس يجوز علينا بالخير. كان معكم سمير بن عيسى، كورس سبورتيف والمختص في التربيه. سلام.